لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. القاهرة معاها الساعة 2:15 فجرا بتوقيت الإمارات، لكن هو قرر إنه يصحى علشان يتلقى التهنئة مننا ومن حضراتكم على الهواء مباشرة. حسين الشحات، أهلا بيك، مبروك هدفك، مبروك الفوز والتأهل لنصف نهائي المونديال. حبيبي حسود، ربنا يخليك يا حبيبي، الله يبارك فيك، وشكرا كابتن ديرا على كلامك الجميل دوت، وربنا يخليك يا كابتن. مبروك يا حسين، الف مبروك. الله يبارك فيك. احنا فرحانين بيك، عشان كده صممنا نصحيك من النوم نبارك لك، لان الحقيقه الاداء ممتاز جدا والهدف جميل جدا، وكمان في الاخر تاهلت للدور اللي جاي نصف نهائي المونديال، فمليون مبروك. ما الحمد لله، دي كانت اهم، يعني كانت اهم ان انا اسجل او اي حد يسجل، اهم حاجه ان انت توصل مربع الفاينل، فدي كانت حاجه مهمه، والحمد لله يعني بعد اللي حصل المباراه اللي فاتت كمان، يعني كانت حاجه صعبه في وسط ملعبك 3-0 في الشوط الاولاني. الحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نرجع تاني ونكسب، فدي كانت حاجه الحمد لله مدينا حافز ان احنا ننافس على البطوله، اللي هو يعني خلاص بعد اللي حصل ده ما ينفعش على فرصه البطوله. بس الحمد لله قدرنا نعمل كده، ومن اول دقيقه قدرنا ان احنا نسجل النهارده الاختيارات دي، فالحمد لله يعني كانت حاجه مهمه وربنا يكرم ان شاء الله. هو الرقم القياسي كمان يعني كونه انه مصريين قليلين اللي سجلوا في المونديال، ابو تريكه، عماد متعب، والسيد حمدي، ودلوقتي رابعهم حسين الشحات، فاسمك اتضاف برضو في التاريخ كلاعب مصري بيسجل في كاس العالم للانديه. حسين، الحمد لله الحمد لله والله، وربنا يكرمه ويتم على خير وواخد البطوله كمان ان شاء الله. طيب يعني بتكلم على الجزيره الاماراتي، السنه اللي فاتت وصل للدور ده لكن خسر من ريال مدريد، حاليا انت تاهلته لمقابله ريفر بليت، شايف ازاي طبعاً الماتش ده يوم الثلاث؟ طبعا يعني مباراه طبعا صعبه على الفريقين، مش عارف هم بصوا علينا احنا، بس طبعا مباراه يعني هم بقالهم اسبوع احنا بنلعب بقالنا مباراتين، فدي حاجه صعبه جدا، دي اقل من 5 ايام ثاني مباراه لينا، صح يعني احنا بقى مكابين فيها، بس ان شاء الله هنقدر نكسب، واللعيبه كلها على يعني انا خطه واحد، وكلنا ان شاء الله عايزين نعمل حاجه، فان شاء الله نقدر نعدي يعني ان شاء الله، فيش جمهور ما فيش ملعب ان شاء الله. يا رب ان شاء الله، وتتاهلوا بقى لمواجهه يمكن ريال مدريد في النهائي. طيب هو مش قادر دلوقتي، حاجه كويسه. طيب يعني هو الماتش النهارده يمكن اتسهل شويه في بدايته بالهدف المبكر، بعديها عرفتوا تسيطروا على انه الترجي ما يرجعش، لا انتوا اللي تسجلوا الثاني والثالث، فالماتش كان بالنسبه لكم سهل؟ لا ما فيش حاجه طبعا، انت عارف مش مباراه سهله خالص، بتلعب كاس عالم تبع فرق واخدين بطولات في الجو، ما فيش مباراه سهله، ما فيش فريق جاي سهل اللي هو جاي يجيب شرف، لا طبعا احنا كنا جايين ومركزين وعاملين حساب الترجي جدا وكنا محترمينه جدا، فعشان كده ربنا كرمنا وقدرنا ان احنا نقدر نجيب جول من اول دقيقه، فدي كانت الحاجه الاهم ده. الحمد لله تمام كده، وبعد كده جبنا الجول الثاني، وفي اول ربع ساعه في الشوط الثاني برضه قدرنا نجيب الجول الثاني، فالحمد لله نقلنا المباراه. طب انا هقف عند الجول الثاني شويه حسين، هي ان كنت بقول تلاعب بدفاع الترجي، عايزك تتكلم انت شويه عن الجول ده، فكرت في ايه؟ كان في توفيق الحقيقه، لكن كان في دقه كمان في توجيه الكره. والله انا الحمد لله يعني يعتبر ان النهارده كمان كنت بلعب مركز بالنسبه لي، طبعا انت عارف انا لعبت كل المراكز. ايوه. النهارده كنت بلعب سترايكر، كنت بلعب مهاجم سريح. مظبوط. بالنسبه لي كنت يعتبر بروح الجول كتير يعني، حتى في اول 30 ثانيه كنت هسجل جول بدماغي. ايوه. هي دخلت الجول في الكوره، ف الكوره لما اتلعبت من كاو الريان، فانا جريت من الناحيه الثانيه على طول. ضربت انا عايز استلمها بيميني وعلى قدام واشوطها بالشمال. فالكوره جت لورا عدلتها وشفتها بطن رجلي من بعيده. توقعت اللي الكون مش هيبقى شايف من وسط اللعيبه، فقلت الحمد لله، قلت احطها في بدايتها بتصد وتروح يعني. فالحمد لله يعني ربنا كرمني وقدرت ان انا احرز يعني اللعب، كانت حاجه مهمه. الحمد لله. طيب انا هقف عند كام نقطة كده في الماتش النهارده، بعد هدفك تحديدا والإشارة اللي عملتها بإيديك على عينيك، الناس كلها فسرتها تفسيرات كتيرة جدا، عايز أسمع التفسير من حسين الشحات نفسه. والله المشكلة يعني التفسير دوت، والله أنا ابني بقاله فترة عمال يعمل لي الحركة ديت، فهو بيقول لي ما تجيب جول يا بابا أعمل كده. فأنا عملتها، فهي دي ما أعرفش بقى، هو شاف بقى مروان وأزار كلها شاف ايه بصراحة، عشان ما أكذبش عليه. لأنه هو يعني هو بقاله فترة عمال يعمل الحركة دي، فأنا عملتها والله عشان خاطره. وبرضه بعد المباراة عملت حركة سويدة الناس، يعني برضه بيفضلوا يقولوا لي على حاجات غريبة كده. ولادك ربنا يخليه لك يا رب. ربنا بعمل لهم والله يعني بعمل لهم الاحتفالات بتاعتهم تمام، كلام جميل جدا، لكن اللقطة برضه الأبرز بعد اللقطة دي وبعد هدفك كانت الثلاثة اللي عملتها عند ودنك.
وانت لعيبة الترجي مستفزة من التأخر بثلاثية. حابب اعرف كواليس اللقطة دي حسين. والله والله اللي حصل في اللقطة ديت اللي انا اتضربت الكورة وضربت كذا مرة فانا اتضربت فانا ما كلمتوش لقيته واحد يشتمني وضربني فانا ما صراحة ما قلتش اللي هو بضربه ولا انا كده كده كسبان اللي هو بدل ما انا ختم اخد الدور تاني واخترت ولا حاجة انا قلت اعمل حركة الثلاثة ديت هي جت كده بس فهم لقيتهم بس هي دي كانت الحركة يعني بعدها والله انا عايز اقول لك والله يعني مش عارف اقول لك ازاي على الهواء. ايوه اتصف على الكتمت وبص بعد الحركه دي لحد اخر المباراه. ما هي مستفزه بصراحه لكن انا بحييك على انك ما خرجتش عن شعورك يعني انت حتى لو كانت هي حركه مستفزه لكن في الاخر انت ما يعني ما شتمتش ما ضربتش رغم ان الناس كانت بتزقك بشكل قوي يعني. لا الحمد لله والله انا عملت الحركه دي بس اللي هو غضب بس ما تعملهاش تاني يا حسين. لا مش هعملك خلاص. ايوه خليك في اللعب احسن ولعبك هو ال بس الحركه انا عمال اشتم والله كابتن. انا عارف عشان كده بقول لك ما تعملهاش تاني. ابو تريكه كمان غير الكابتن ده السيد ابو تريكه هو بيحلل الماتش قال ان حسين ما كانش المفروض يعملها. طبعا مش هعملها يعني كابتن ديو كلمك ابو تريكه بعد الماتش؟ كلمني فين؟ النهارده؟ بارك لك؟ بارك بارك لك. بارك لك. كلمك الفترة اللي فاتت بشكل عام حسين؟ لا هو بارك لك بس طبعا يعني حاجة كبيرة اللعيبة المصرية كلها يعني كلها أتمنى طبعا زي كابتن محمد أخويك أخلاقه وبتاع فدي حاجة كبيرة بالنسبة للعيبة كلها زي ما دلوقتي الناس كلها بارك له طبعا على أحسن لاعب في أفريقيا فدي بالنسبة لنا حاجة كبيرة طبعا بس حاجات كتير فأنا بحبه جدا على المستوى الشخصي يعني مثل الاعلى احنا كلنا بنحبك على الناحيه الثانيه يا حسين لانك حقيقه مشرفنا وبتقدم اداء بترفع بيه اسم مصر في المحافل الدوليه زي دلوقتي لكن عايز اقول لك ان الفرحه كانت مضاعفه النهارده لان غير ان المصريين بيشجعوك الاهلاويه بشكل خاص كانوا بيشجعوك عشان بتلعب الترجي وعشان انت اهلاوي وعشان كسبتوا ثلاثه فكانت نتيجه الحقيقه بترد برد قوي على الترجي فانت كنت حاطط ده في اعتبارك وانت بتلعب الترجي اللي كسب الاهلي؟ طبعا يعني طبعا ده افريقيا كسب الاهلي يعني الاهلي خسر يعني بطريقه غريبه كان الناس كلها ما كانتش متوقعه كده بس يعني النهارده طبعا كنا بنلعب الترجي فريق كبير واللعيبه كلها كويسه جدا يعني بتفرق بقى ان الترجي كان جاي تحس ان هو مستهتر مثلا الحكم جاي فاكر ان هو يلعب العين كان بيلعب فريق عادي شويه دخل ثلاث اجوان ايوه والله انا هكسب بس فاحنا كنا مركزين صراحه اللي هو احنا جيت العكس احنا اللي كسبنا يعني واحنا اللي قدرنا نسجل وقدرنا نحافظ على المباراه يعني مش يعني مزاجنا ايوه بس حسين الشحات في يناير اخباره ايه؟ انا عندي مباراه بعد ثلاث ايام الله اعلم ربنا يوفقك اجابه منطقيه بصراحه بس لازم اسال السؤال لا ربنا يوفقه ان شاء الله ويوصل لمراحل متقدمه كمان باذن الله ان شاء الله وبعد ما تخلص البطوله نبقى نسال السؤال مره تانية حسين انا بشكرك مره تانية مبروك وان شاء الله مبارك لك يوم الثلاث على التاهل للنهائي دول كمان تقلق 10 مليون فدي الاشياء اللي بننزل ان اللي محتاج مساعده في ان انا اساعده نعمل بطاقه مشجع اهلاوي مش تذكره مسميه لا بطاقه مشجع اهلاوي ايوه فطبعا ايه مش انا بس لوحدي في ناس كتير جدا كلمناه وتواصلنا معه واللي خلانا مطمنين ان جات لنا رساله من شركه الاتصالات ان يلزم الدفع خلال ساعه وبعد ما دفعنا بعتنا له كارت ب 100 جنيه جات لنا رساله ان تم الدفع بنجاح وبعتنا صوره الكارت وادانا عنوان الاستلام انا واحد من اسيوط اداني 58 شارع الجمهوريه باسيوط رحت المكان فوري بعد حوالي شهر وشويه قالوا لي ما فيش اي شيء جديد من النادي ولا حد كلمنا ولو في شيء جديد هنكلم حضرتك خلال فتره قريبه. ففي حد صاحبي دخل واستعلمني على السيستم بتاع النادي الاهلي فما تجيليش اي خالص. طب ازاي وانا دافع وجاي رساله من شركه الاتصالات ان يلزم الدفع خلال ساعه وبعدها جت رساله من شركه الاتصالات ان تم الدفع بنجاح. طيب السؤال انا يمكن قلت في الاول دي اسعار التذاكر انت كده بتقول لي ان اللي تم بتشترك ويبقى معاك بطاقه اهلاوي مش كده؟
وهو الاشتراك معروف في الجمهورية كلها. العميد محمد مرجان قال الاشتراك ب 114 جنيه، يعني معروف مش رخيص ولا غالي. طيب انتوا حد تواصلتوا مع حد من النادي الاهلي؟ انا حاولت اتواصل مع كذا حد من النجوم العارضين والناس اللي توصلني بالاستاذ محمد مرجان، ما عرفتش. ففي حد قال لنا على برنامج حضرتك الاسبوع اللي عايز ما تاخرش معانا، وقال لي اعرف مشكلتك وان شاء الله مش هتكون لها حل ان شاء الله. والمشكله مش مشكلتي التوضيح، يعني المشكله مش مشكلتي انا لوحدي. طب ممكن بس على الشاشه شباب تجيبوا لي الشعار النادي والامضه بتاعت محمد مرجان بعد اذنكم؟ اتفضل 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 كمل. المشكله مش مشكلتي لوحدي يا كابتن زكريا، المشكله مشكله الاف من الناس. وهنا بقى برضه في نقطه قاعد يقول لك حضرتك ان هنا في الصعيد مهمشين شويه يا كابتن زكريا، يعني ما فيش حاجه يعني ان انا اروح فوري اللي هو طبعا النادي الاهلي. قالوا لي انت اول حد في اسيوط يجي يسال على بطاقه جمهور النادي الاهلي. ايوه ازاي؟ انا اتفاجئت يعني معقول محافظه بالكامل اكون اول واحد فيها؟ انا شاكك في البطاقه دي انها مزوره، دي واضح انها مزوره. ما هو مش انا بس يا كابتن زكريا، دي فيها لا لا يعني انت كان لازم اول ما تجي لك كان لازم تعرف ان دي مزوره يا محمد، لان واضح قوي ان الكلام اللي مكتوب واللوجو اللي محطوط على كلمه بطاقه محطوط على حرف الب، مش ممكن الاهلي هيطبع بطاقه زي دي بالظبط كده وتبقى بالشكل ده. انا اعتقد ان كان لازم انتوا تتاكدوا ان في حاجه غلط، في حاجه مش مظبوطه. فكان لازم بدل ما انتوا تتواصلوا رسمي مع الموقع مع النادي الاهلي، كان لازم تتاكدوا قبل ما تاخدوا الاتجاه انكم تتواصلوا معاه وتصدقوه بالسهوله دي. كابتن زكريا، ما هو من ضمن الحاجات اللي حصل ان هو حضرتك شايف ان باقي المحافظات مهمش، يعني اول شيء بنسمع النهارده ان الاهلي هيعرض هيسلم بطايق للجمهور في القاهره والجيزه وباقي المحافظات. هنا كصعيد مصر كصعيد وخاصه اسيوط، ما حد يعني كتير مش انا وحدي، انا بكلمك على مشكله شباب كتير كله عايز يشترك في بطاقه جمهور النادي الاهلي ويدخل المباريات باحترام، تمام، وعايز يفيد النادي الاهلي. انا واحد من الناس بسافر بره مصر كتير ومش محضر مصر كتير، جليل لما بكون في مصر بحضر مباريات، عايز احضر عن طريق النادي بحيث ان زي ما النادي ماشي بنظام عايز امشي على نظام النادي. فطبعا مش انا وحدي، كتير كلنا طبعا بنحاول ندخل مره. طب ازاي تاكدتوا ان في عمليه نصب تمت؟ لان الشاب ده اللي جيت ناس ناشره ان الشاب ده اللي خلاني عرفت الموضوع من الموضوع ده كان يوم 17/11/2018 وانا كنت في مصر وحاليا جيت الاردن. ايوه فاللي جيت ناس شباب اصحابي ناشرين على الفيس ان الشاب ده مزور وبينزل منشورات وبيطلب من الناس ان هو يعمل لهم بطاقه جمهور النادي الاهلي. فطبعا انا شكيت في الامر، طب ازاي؟ وشركه الاتصالات بعثت لي رساله بسيتم يجب الدفع خلال ساعه من الان. ولما انت تعرف ازاي عرفت ازاي انها اتصالات؟ ما يمكن مش اتصالات. انا جات لي على رقم تليفوني انا اتصالات. ايوه من اتصالات؟ لا ممكن واحد يبعت لك رقم ويكتب اتصالات. لا ما هو جات لي على رقم انا نفسي، على رقم من شركه الاتصالات. الشركه نفسها في الاول جات لي يجب الدفع خلال ساعه، وبعد لما دفعت بخمس دقائق او اكثر يعني في الحدود دي خمس دقائق ربع ساعه جات لي الرساله ان تم الدفع بنجاح. انا طبعا اطمنت وتمام ومية مية. بعد فتره رحت اسال في العنوان، قال لك استلم فين؟ قلت له 8 فرعين قدامك، اخترت فرع 58 شارع الجمهوريه بسيوط. رحت 58 شارع الجمهوريه اتجهت ان بيقول لي اسمك مش موجود على السيستم اصلا. طبعا يعني هذا اللي خلى الواحد يشكك في الكلام ده كله. انا بناشد الاستاذ محمد مرجان ان جماهير زي ما في لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه.